بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع المجلس الأول من مجالس رمضان المبارك وشرح القصيدة الخاقانية لأبي مزاحم الخاقاني رحمة الله عليه، هذا الإمام الكبير الذي نعيش معه هذه الليلة بإذن الله تعالى مع قصيدته الرائية البديعة جدا التي تعتبر أول نظم أو أول تأليف في علم التجويد. أبو مزاحم الخاقاني هو أحد أعلام القرآن الكريم، أحد حفاظ القرآن الكريم، أحد مقرئي كتاب الله سبحانه وتعالى، المتوفى سنة 325، وهو من أوائل من ألف في علم التجويد، ولذلك القصيدة جاءت مختصرة وجاءت مكثفة وجاءت مركزة، وشرحت عدة شروح، ومن أوسع شروحها شرح قديم جدا لأبي عمرو الداني. وأبو عمرو الداني إمام الأئمة، إمام كبير جدا جدا، وكونه يشرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني هذا دليل على مكانتها ودليل على أهميتها، وقد شرحها شرحا مسهبا وأكثر فيه من الأحاديث والاستدلالات وما إلى ذلك، وهو مطبوع وموجود أيضا ومنتشر على شبكة الأنترنت، ونتمنى أن نقرأه لاحقا لأن فيه فوائد قيمة. ولكن اليوم شرحنا سيكون شرحا لطيفا مختصرا يفك ألفاظ هذه القصيدة ويقرب لكم مبانيها ويكشف عن معانيها، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بفضله وجوده. إذن شرحها أبو عمرو الداني وشرحها كثيرون، وتسمى قصيدة الخاقاني أو منظومة الخاقاني أو رائية الخاقاني. لماذا سموها رائية؟ لأن قافيتها حرف الراء، لأنها على حرف الراء. وهذه المنظومة أيضا هي ليست من بحر الرجز كعادة المنظومات، وإنما هي من بحر الطويل. بحر الطويل تفعيلاته هي ما يلي: فعول مفاعيل فعول مفاعل. ولذلك يقول يعني علماؤنا في مفتاح بحر الطويل هو هكذا: طويل له بين البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. هذا هو مفتاح بحر الطويل. ولذلك من حفظ المتون يسهل عليه علم العروض. علم العروض هو علم معرفة القوافي، وكيف تعرف بيت الشعر من مجرد أن تسمعه لمرة واحدة، تعرفه من أي بحر. فإذا سمعت بيت من الشعر ووزنه كان يوافق هذا الوزن، يوافق هذه النغمة: طويل له بين البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. هذه معلقة امرئ القيس، هذه تعتبر من بحر الطويل. وأيضا هناك قصيدة طويلة جدا عدد أبياتها 1173 بيت، هي القصيدة الشاطبية أيضا من بحر الطويل، التي يقول في أولها: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا. هذه أيضا من بحر الطويل. إذن قصيدة الخاقاني اليوم هي من بحر الطويل، فاحفظوا بحر الطويل جيدا واحفظوه كموسيقى في الأذن حتى تحفظوا وزن الشعر. هذا الوزن يسمى علم العروض، علم العروض. طيب، يقول الإمام أبو مزاحم الخاقاني بالسند المتصل إليه إلى منظومته وقد قرأناها على عدد من الشيوخ، يقول: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر، إن الفخر يدعو إلى الكبر. أقول مقالا، يعني هذه القصيدة سماها مقالا، ثم قال هذا المقال معجبا أي مسرا، يدخل السرور ويدخل الإعجاب، والإعجاب هنا الإعجاب الإيجابي، لأن الإعجاب نوعان: هناك إعجاب إيجابي وهو السرور، وهناك إعجاب سلبي وهو الإعجاب الذي فيه نوع من الكبر، فمعاذ الله. لذلك مباشرة نبه، قال: ولا فخر، إن الفخر يدعو إلى الكبر. فكأنه نبهنا خشية أن نتأثر بكلامه فنظن أن هذا الإعجاب وأنه معجب بقصيدته وأنه يرى نفسه شيئا. قال: انتبه، الإعجاب نوعان: إعجاب إيجابي وإعجاب سلبي. فالإعجاب الإيجابي يفهمه أولو الحجر. ما معنى أولو الحجر؟ الحجر هو العقل،
تمام، لأنه من الحجر والمنع، فالعقل يمنع الإنسان ويمنع صاحبه من أن يقترف أشياء ليست جيدة، ويمنع صاحبه ويعقله ويحجره عن التهور، فلذلك سمي عقلا وسمي حجرا وحجرا. تمام، إن في ذلك لآية لذي حجر، تمام، لذي حجر أي لذي عقل. فهنا يقول: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، أي إن مقالي هذا سيكون سارا لأولي العقول. ولا فخرا، أي لا أقصد فخرا، وحذاري أنني أقصد فخرا، وحذاري لأهل القرآن الكريم أن ينموا بحفظهم القرآن فخرا أو كبرا. لماذا؟ لأن الفخر يدعو إلى الكبر. أنا لا أتفاخر بهذه القصيدة ولا أتفاخر بمقالي هذا، خشية أن يكون هذا الفخر يجرني إلى الكبر. والكبر والعياذ بالله هو أن يرى الإنسان نفسه شيئا ما، شيئا مهما. ثم قال: أعلم في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر. تمام، ثم هنا وصف نفسه بأنني أنا معلم للقرآن الكريم ومعلم للقول في التلاوة والقول في التجويد. تمام، فأنا هذا المقال خصصته ليكون تعليما في علم التلاوة، في طريقة التلاوة، في أداء التلاوة. عائذا أي مستعيذا بالله، بمولاي أي بالله، أستعيذ من ماذا؟ من شر المباهات والفخر. وهذا أيضا أدب عظيم جدا من آداب أهل القرآن الكريم، أنهم في أول مؤلفاتهم وفي أول دروسهم يستعيذون بالله عز وجل من المباهات والفخر. فنلجأ بين يدي الله عز وجل ونجدد النية دوما. ولذلك أنصحكم إخواني، يا من تتابعون مجلسي هذا، في أول كل مجلس جددوا نيتكم واجعلوا نيتكم لله تعالى، وحذاري أن يكون في النية تفاخر بسند، أو تفاخر بحضور على فلان، أو تفاخر بأن فلان مثلا ذكرني أو ذكر اسمي أو ظهرت صورتي أو ظهر اسمي أو صار عدد شيوخي كذا، أو أي نوع من أنواع الفخر والمباهاة، احذروا منه وجددوا النية في كلامكم وفي عباراتكم وفي تعليقاتكم وفي كل ما تفعلونه. ثم قال: وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري. يا سلام، عمر وعمر، هذا وزن فعل، يجوز أن تقول بلغت من العمر كذا وكذا أو بلغت من العمر كذا وكذا، وزن فعل يجوز فيه إسكان عينه وضمها، هذا في علم الصرف. فهنا يلتجئ المؤلف الناظم، لا يقال المؤلف للقصائد، لا يقال المؤلف، يقال الناظم، يلتجئ الناظم إلى الله عز وجل، يقول: وأسأل الله عز وجل أن يعينني على ما نويته، فإنني أنوي أن أعلم كتاب الله عز وجل، وأنوي أن أقدم لكم شيئا مفيدا، وأيضا أسأل الله عز وجل أن يحفظني في ديني إلى منتهى عمري. يا رب، اللهم احفظنا في ديننا، واحفظ علينا ديننا، وثبتنا على ديننا يا رب العالمين. ثم قال: وأسأله عني التجاوز في غد، فما زال ذا عفو جميل وذا غفر. أي أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني يوم القيامة، فالله عز وجل فما زال يعفو، وما زال عفوه جميلا، وما زال ذا غفر. الغفر هو الغفران، يعني يغفر الذنوب، فالله عز وجل سمي الغفور والغفار، فعول وفعال، وكلاهما وزن على المبالغة، أي إن الله عز وجل يغفر الذنوب ليلا ونهارا لعباده الذين يذنبون. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، فالله عز وجل لا زال ذا عفو وذا غفر، وخاصة في هذه الأيام المباركات، أيام رمضان. إذن يقول الإمام رحمة الله عليه: وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري، وأسأله عني التجاوز في غد، فما زال ذا عفو وذا غفر. ثم قال: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. أول وصية بدأ فيها: يا قارئ القرآن، توجه إليكم يا أهل القرآن، أحسن أداءه، أداء القرآن
اجعله حسنا. الأداء ما هو الأداء؟ الأداء هو تلاوة القرآن الكريم وتبليغه إلى الآخرين، هذا يسمى الأداء، وهو علم أصبح علما مستقلا يسمى علم الأداء. وهذه مفردة قرآنية ومصطلح تجويدي قديم، هذا دليل على أن مصطلح الأداء مصطلح قديم، ومصطلح التلاوة مصطلح قديم. وهنا للذين يتتبعون المصطلحات من الباحثين منكم يمكن أن يستنبط من قصيدة أبي مزاحم الخاقاني الكثير من المصطلحات القديمة ليؤرخ لها. ففي القرن الثالث أو الرابع، يعني بداية الرابع، ظهر مصطلح الأداء. فهنا يقول أحسن أداءه، أي أحسن أداء القرآن الكريم تلاوة إلى الآخرين عندما تؤديه إلى الآخرين. وأيضا نقول إن القرآن الكريم يكون هناك حالتان، حالة تحمل وحالة أداء. التحمل هو وقت القراءة على الشيخ، والتلقي، وقت التلقي يسمى التحمل، ووقت الإقراء يسمى الأداء. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. يا سلام يا سلام يا سلام. إذن هنا يقول فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، مو كل واحد حافظ القرآن الكريم وبيقرأ يقيمه حق حروفه ويتلوه حق تلاوته أبدا، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. آلاف من الناس يقرئون، ولكن ليس كلهم يوصف بأنه المقرئ. المقرئ هو الذي تلقى القرآن عن شيخه، وشيخه عن شيخه، بأداء صحيح وتلقين صحيح وحروف صحيحة يلقنها الأول لمن بعده. ثم قال وإن لنا أخذ القراءة سنة على العن الأولين المقرئين ذوي الستر أو الستر، يجوز الستر أو الستر. أيضا يبين لنا أن تلقي القرآن الكريم والقراءة عن المشايخ هي سنة، سنة تلقيناها عن شيوخنا. فالذي يأتي ويقول أنا حافظ القرآن الكريم ويعلم القرآن الكريم، أول ما نسأله عمن تلقيت القرآن، هل لك إجازة في القرآن، هل لك سند فيما قرأت، لأن التلقي سنة، لا يمكن للإنسان أن يقرأ من عنده. وهذا من ميزة القرآن الكريم، وأنه يفوق على سائر الكتب السماوية أنه يتلقى بالتلقي. ولذلك لو بحثنا اليوم في العالم بالنسبة للإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وموسى وجميع الكتب السماوية القديمة، لن نجد على وجه الأرض شخصا يحفظها بالتلقي، أي أنه قرأها على شيخه فلان أو على أستاذه أو على الحاخام الفلاني. الإنجيل مثلا، الآن يوجد عدة نسخ من الإنجيل، إنجيل برنابا، إنجيل مرقس، وإنجيل يوحنا، وإنجيل متى، أربع أنواع من الأناجيل. تعالوا إلى أكبر شخصية اليوم في العالم كبابا الفاتيكان مثلا، قل له اقرأ لنا نصا من الإنجيل، قد لا يجيد قراءته. هل تلقيت هذا الإنجيل عن باباك الذي سبقك؟ هل أعطاك فيه إجازة؟ لا يوجد، لا يوجد أبدا على الإطلاق. وهذا من خصوصية هذه الأمة هي الإسناد. ولذلك قال الناظم أبو مزاحم الخاقاني، قال وإن لنا أخذ القراءة سنة، تمام، أي حالة كونها سنة، تمام، عن الأولين المقرئين ذوي الستر، أو ممكن أن نقول سنة، أي وإن لنا أخذ القراءة هو سنة مبتدأ وخبر، وهذا ممكن يكون هذا الكلام جيد. عن الأولين أي الذين سبقونا، المقرئين ذوي الستر أي المستورين الذين سترهم الله بستره وعفوه وفضله وكرمه. ثم قال فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر، فبالحرمين بن الكثير ونافع، وبالبصرة بن للعلاء أبو عمري، وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا، والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. نظم في ثلاث أبيات أسماء القراء السبعة. هؤلاء القراء السبعة لماذا هم سبعة؟ وما علاقتهم في القراءات السبع؟ هذا بحث طويل
لكن أقول لكم باختصار أيها الإخوة لمن يسمع هذا الكلام أول مرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل ثم لقنه للصحابة الكرام رضي الله عنهم، فأخذوه عنه صوتا وأداء وتلاوة وكتابة أيضا كتبوه، ثم بعد ذلك نشروه لمن بعدهم للتابعين، وانتشرت نسخ المصاحف بعد ذلك بعد سيدنا عثمان إلى 6 مناطق من العالم، 6 مصاحف كتبت على العرضة الأخيرة التي تم اعتمادها ونشرت في العالم الإسلامي وانتشرت. فلما انتشرت هذه القراءات ومعها التابعون يقرؤونها، طبعا القراءات السبع موجودة بأكثر من يعني الأحرف السبعة، أقصد الأحرف السبعة موجودة أقرأه جبريل بها، ثم بقيت متتالية ومتواترة. ثم بعد ذلك ظهر أناس متميزون، علماء كبار جدا، تميزوا بأنهم حفظوا هذه القراءات بإتقان جدا جدا، ثم تميز كل واحد منهم بمنهج معين جيد يشبه ذلك تماما الأئمة الأربعة، حتى تقترب الفكرة من أذهانكم. الأئمة الأربعة الإمام حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء الأئمة الأربعة هم أخذوا علومهم عمن سبقهم، ومن سبقهم أخذوا عن التابعين، والتابعون أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب هؤلاء الأئمة الأربعة هل أتوا بفقه من عند عقلهم أو من بدون رجوع إلى السنة أو بدون رجوع إلى الكتاب والسنة؟ معاذ الله، كل علمهم مقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفة من البحر أو رشفا من الدين. فإذا مرجعهم الأساس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما تلقوه عن شيوخهم، ثم عن التابعين، ثم عن الصحابة. بل الإمام أبو حنيفة لقي التابعين، وقيل أنه لقي يعني كبار التابعين الذين تلقى عنهم وأخذ منهم الكثير، وقيل لقي بعض الصحابة أيضا، هذا بحث آخر. المهم كما أن هناك 4 أئمة برزوا في الفقه، أيضا عندنا في القراءات برز 7 أئمة، وذلك يعود إلى المناطق التي برزوا فيها، ولا علاقة للأئمة السبعة بالأحرف السبعة، تمام؟ فالأئمة السبعة أيضا العلماء وجدوا أن هناك 3 قراءات تتمم هؤلاء 7، فتمموها، وهي قراءة أبو جعفر، قراءة أبي جعفر، وقراءة خلف، وقراءة يعقوب، فتمموا 7 فيها، فصارت 10 قراءات كلها متواترة معتبرة متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالحرمين مكة المكرمة كان ابن كثير فيها، المدينة المنورة كان فيها نافع، البصرة كان فيها أبو عمرو البصري، أبو عمرو ابن العلاء الحضرمي البصري، وبالشام كان فيها عبد الله بن عامر الدمشقي، وبالكوفة فيها 3 أئمة، عاصم الكوفي، وأيضا حمزة ابن حبيب الزيات، وعلي الكسائي. علي الكسائي الإمام الشاطبي نظمهم نظما جميلا جدا، فقال: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. يعني كلام لطيف جدا جدا. بعدين قال وأتى ببقية الأئمة، لا أريد أن أسرد عليكم الأبيات، فهي موجودة في الشاطبية، ولكن أتى بها بنظم رقيق جميل وحلو ولطيف. إذن هؤلاء القراء 7 المعتبرون المعتمدون، ثم لكل قارئ راويان، لكل قارئ راويان. كيف أن الأئمة 4 لهم أصحاب حملوا عنهم علمهم، أيضا هؤلاء القراء 7 لكل قارئ رواة كثر، ولكن اشتهر منهم راويان. فمثلا نافع اشتهر عنه ورشن وقالون، ابن كثير اشتهر عنه البزي وقنبل، ومثلا أبو عمرو البصري اشتهر عنه السوسي والدوري، وهكذا كل قارئ اشتهر عنه راويان، وانتشرت هذه القراءات في العالم إلى يومنا هذا. هل القراءات لا زالت موجودة إلى يومنا هذا؟ نعم موجودة، القراءات 10 كلها موجودة، ولكن هي عند بعض المتخصصين من أهل العلم، وأما القراءة بشكل منتشر وكبير جدا
فبعضها موجود. فمثلا قراءة ورش موجودة في المغرب بشكل كبير جدا، المساجد كلها لورش، والبارحة كان معنا الأخ إبراهيم القارئ المجلس كان يقرأ لورش، أحيانا كنتم تسمعونه يقرأ كلمة الصلاة، يقول وصلاة كذا الصلاة، يفخم اللام، يقرأها على طبيعته، يقرأها على طبيعته، يقول حتى مطلع الفجر يقرأ اللام بالتفخيم على طبيعته، لأن ورشا له قاعدة أنه يفخم اللام التي بعد الطاء ويفخم اللام التي بعد الظاء، فيقول ومن أظلم فيفخم اللام. فالمغاربة جميعا إذا سمعتم منهم كلاما على طبيعتهم، وخاصة أهل العلم، إنهم يقولون الصلاة، يقولون ظلمني، طلع الفجر، طلع، تمام. بينما نحن في المشرق نقول الصلاة، نقول طلع، لأن اللام عندنا مرققة على رواية حفص. طيب، إذن المغاربة يقرؤون لورش، وأيضا في موريتانيا يقرؤون لقالون، وبعضهم لورش أيضا، وعندنا السودان يقرؤون للدوري، لدوري أبي عمرو، وحضرموت كانت تقرأ للدوري أيضا إلى عهد قريب جدا، بعض كبار السن اليوم لا زالوا يقرؤون للدوري عن أبي عمرو، وليبيا يقرؤون لقالون، هذه القراءات هي المنتشرة، والسنغال يقرؤون أيضا لدوري أبي عمرو، في السنغال إلى اليوم يقرؤون في دوري أبي عمرو. فإذا هذه المناطق كلها تقرأ بالقراءات ولا زالت منتشرة إلى يومنا هذا. أما بقية القراءات فأصبحت مقتصرة على بعض أهل العلم المتخصصين بالقراءات. طيب، والحمد لله اليوم بدأوا ينتشرون انتشارا كبيرا. ثم لما وصل عند حمزة والكسائي هنا قال وحمزة أيضا والكسائي بعده، سبحان الله، هذا البيت لعل الإمام الشاطبي رحمة الله عليه تأثر به عندما قال في باب الإمالة والفتح، قال وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا، سبحان الله. إذن قد يكون تأثر بهذا بكلام أبي مزاحم الخاقاني، قال وحمزة أيضا والكسائي بعده، هنا قال أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر، طبعا هو مدح آخر واحد وكأنه مدح أيضا لجميعهم. الحذق هو شدة الذكاء وشدة الإتقان، يقال فلان حاذق أي يتقن عمله باحترافية، محترف، فلان محترف حاذق، تمام. فيصف الإمام الكسائي بأنه أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر، فعلا الكسائي هو الإمام، يعني دوما يذكر سيبويه والكسائي، فهو إمام في النحو، إمام في الشعر، والأئمة السبعة سبحان الله كلهم أئمة في النحو، وهكذا نلاحظ أن كل شيخ في القراءات ينبغي أن يكون إماما في النحو، ينبغي أن يكون إماما في النحو. فلما جاءت كلمة الحذق أكملها في البيت رقم 12 فقال فذو الحذق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدري. إذن ينبئنا هنا الإمام أبو مزاحم الخاقاني أن ذو الحذق أي القارئ المحترف يعطي الحروف حقوقها، ومن هنا بدأت يعني معالم علم التجويد تتسطر، أن التجويد هو أن يقرأه حاذق ويعطي الحروف حقوقها. ثم بعد ذلك قال العلماء التجويد هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها، هذا من تطور التعريف. فإذا فذو الحذق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدري. طيب لاحظوا إذن هنا مرتبتان، ترتيل القرآن والحدر، والترتيل يعبر عنه العلماء بالتحقيق، مرتبة التحقيق. وسابقا في القرن الثالث والرابع والخامس كانوا يطلقون كلمة الترتيل على مرتبة من المراتب، ولكن فيما بعد بدأوا يميز العلماء بين المراتب فقالوا هي ثلاثة، التحقيق والحدر وبينهما التدوير، والثلاثة يشملهم الترتيل، وبعضهم جعل الترتيل مرتبة رابعة، ولكن يعني الصواب في هذه المسألة والتحقيق في هذه المسألة أن الترتيل يشمل الثلاثة إن شاء الله، تماما. إذن لكن الخاقاني هنا على المصطلح القديم، المصطلح القديم يقول إن ترتيل القرآن هو القراءة بتؤدة، والحدر هو القراءة بسرعة مأخوذ من الانحدار، حدر في مشيته
أو حدر في الطريق أي أسرع. تمام؟ إذن فعليك أن تعطي الحروف حقها ومستحقها سواء أقرأت بهدوء أو قرأت بحذر. ماشي؟ ثم قال: وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. يعني إذا سئلنا ما هو الأفضل للإنسان، هل الحذر أو الترتيل؟ أيضا مسألة طويلة بحثها العلماء في كتبهم. فقالوا أولا نأخذ رأي الخاقاني. الخاقاني يقول الترتيل هو أفضل. إذن عند أبي موسى الخاقاني أن الترتيل أي القراءة بتؤدة هو الأفضل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث. ورتلناه ترتيلا، على مكث أي على هدوء وتلبث وتمهل وتدبر وتفكر. هذا معنى كلمة على مكث. سبحان الله، كلمة نادرة في القرآن، هذه من مفردات القرآن الكريم. على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث، أي وأنت تمكث فيه وتتمهل فيه وتتأمل فيه. يا سلام يا سلام. وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. وأما حدرنا أو عفوا، وإما حدرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر. يا سلام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول متى الحدر يكون مناسب ومتى الترتيل يكون مناسب. يقول: نحن علينا أن نرتل القرآن ترتيلا، أي نقرأه بهدوء وتؤدة، إذا أردنا أن نتأمل ونتفكر ونتدبر. وإما حدرنا، يعني وإما حدرنا، وإن أردنا، يعني وإن أردنا أن نحدر، وإن أردنا أن نقرأ بسرعة درسنا، أي الدرس الذي نريد أن نحفظه أو نقرأه، فمرخص لنا. فجعل الحدر مرتبة مرخص فيها، أي مرتبة جائزة أن نقرأ فيها متى؟ في وقت لأجل الدرس، لأجل المدارسة. الدرس هنا من المدارسة، مصدر بمعنى المدارسة، لأجل درسنا، لأجل ويمكن أن يستفاد منها أنه يعني الدرس الذي نأخذه للحفظ، هذا يسمى درس، لأن الإنسان يدارس فيه نفسه أو يدارس فيه غيره. إذن لأجل المدارسة فلك أن تقرأ بسرعة، لكن انتبه، إذا قرأت بسرعة أيضا عليك أن تكون معطي للحروف حقوقها، لأنه قبل قليل ماذا قال؟ قال: فذو الحذق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدري. يعني أنت يجب عليك أن تعطي الحروف حقوقها سواء أقرأت ترتيلا أو قرأت حدرا. ما يمكن أن نقول من لأجل المراجعة يجوز لي أن أقرأ هكذا، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لا، لا ينبغي، هذا لا ينبغي، يسمى هذرمة. تمام؟ إذن إذا قرأنا بالحدر والحدر مع إعطاء الحروف حقها مرخص لنا أن نسرع بالتلاوة، وذلك لأن دين العباد إلى اليسر. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. تمام؟ لتبشر به المتقين. جميل. ثم قال رحمه الله تعالى: ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري. تمام؟ من كان منكم يدري، عنده دراية، احفظوا ما أختصره لكم. وكأنه يقول: إنني سأختصر لكم رؤوس أقلام، أنا لا أريد أن أكتب التفاصيل كلها، إنما سأختصر لكم رؤوس أقلام. ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته، أي احفظوا وصفي لكم وهو ما اختصرته لكم في هذه المنظومة. لماذا اختصرت؟ قال: ليدريه من لم يكن منكم يدري. من كان لا يدري ليدريه، ومن كان يدري بشكل جيد ليحفظه ويتقنه. نعم. ثم أتى ببيت في قمة الروعة وفي قمة الذوق وفي قمة التعليم وفي قمة الرحمة. اسمعوا إلى هذا البيت، يقول فيه: ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر. يا سلام. يقول: ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، شربة هكذا رشفة. يقول: لو كان علمي هذا أستطيع أن أجعله كله شربة ماء ثم أسقيكم إياه لفعلت والله.
وهذا يبين لنا مدى حرص أبي مزاحم الخاقاني هذا العالم الجليل على هداية الأمة وعلى تعليم الأمة وعلى تعليم الآخرين. والله هذا هو لسان حال شيوخنا الذين رأيناهم، رأيناهم كانوا يحرصون علينا وإعطائنا العلم بشتى أنواعه، وما طلبنا مجلسا للعلم من شيوخنا إلا وقالوا أهلا وسهلا، ما يردون أحدا، وفي إجازاتهم لنا كانوا يكتبون في نهاية الإجازة وأوصيه بالعلم والتقوى وكذا وكذا، ثم يقول وأوصيه ألا يرد طالبا أتاه. وإن شاء الله نحن نسير على هذا العهد، لا نرد أحدا إن شاء الله على حسب ما يعطينا الله عز وجل من وقت، فوقتنا كله لله إن شاء الله. فلسان حالي ولسان حال مشايخي ولسان حال مشايخ مشايخي إلى أبي مزاحم الخاقاني أنه يقول ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، يعني لو أن علمي حصرته في كأس من الماء ثم سقيتكم إياه لأسقيتكم. وهذا المعنى موجود، حتى الإمام الشافعي كان يقول لتلميذه ربيع يا ربيع لو كان هذا العلم في لقمة لأطعمتك إياها، بهذا المعنى. سبحان الله، هذا من حب الشيوخ لتلاميذهم. وأقول يا إخوة، سمعت من أحد شيوخي مقولة يقول إنه لا يوجد إنسان يتمنى الخير للآخرين أكثر من شخصين وأشد من شخصين، الأب والمعلم المخلص. الأب يتمنى ابنه أن يكون أحسن منه، والمعلم يتمنى تلميذه أن يكون أحسن منه. والله هذا الصحيح، ما من يوم يأتيني طلبة للعلم يقرؤون إلا وأتمنى أن يكونوا متقنين أحسن مني وأفضل مني إن شاء الله. ثم قال ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر، ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر. الذخر هو الادخار. ما الفائدة أن تأخذ علم ثم تكتمه؟ من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا يجوز كتمان العلم، يجب إعطاؤه ويجب نشره. ولكن علينا أن ننتبه للشيوخ وأن نعذرهم، فكل شيخ أدرى بطريقته كيف ينشر العلم. فعلى طلاب العلم أن يكونوا أيضا مؤدبين مع العلماء. فمثلا عندما يأتيني أحد الأشخاص على الخاص ويرسل لي كل يوم سؤال كل يوم سؤال، وإن لم أرد عليه أو تأخرت عليه قليلا يأتيني بنصائح ما شاء الله، يقول يا شيخ اتق الله، فهذا العلم يجب أن تنفقوه، ويجب أن تكونوا أنتم تعرفون قيمة أهل طلبة العلم، ويجب أن تراعون بأخلاقكم ويجب أن تكون أخلاقكم عالية، وأن تجيبون ولا تكتموا العلم، فمن كتم علما ألجمه الله. هذا متفلسف، هذا لا يستفيد من العلم، هذا سيضره العلم الذي يذكر شيخه بأشياء بديهية ويعرفها ولا يعذره ولا يعرف أن لدى شيخه ظروفا، هذا لا ينبغي. فحقيقة يعني أنا تأتيني مئات من الرسائل وأحاول أن أجيب على 90% منها، أنا بشر أيضا، ومئات من الرسائل لا أستطيع أن أجيب على الكل، ولكن أجيب على ما أستطيع، وأجيب أجيب أجيب ما أستطيع. لكن قد يكون هناك سؤال أو سؤالان أو عشرة تغيب عن الذهن، أو مع ضغط الأعمال وضغط الدروس لا يجيب عنها بشكل مباشر الإنسان. فيأتي طالب العلم هذا ويقول أنتم يأتيك دروس التكبر أو يأتيك دروس بالتواضع لطلاب العلم، هذا من الخطأ بمكان يا إخوة. انتبهوا يا طلبة العلم واحذروا من هذا، وأقبل على نفسك وأدبها، وأقبل على نفسك واعتذر بينك وبين الله عز وجل، واسأل الله عز وجل أن يشرح لك صدر الشيخ ليجيبك عن سؤالك، وحذاري أن تتفلسف بين يديه وتقدم بين يديه كلاما كأنك أنت الشيخ وهو التلميذ المطيع الذي يجب أن يطيعك. انتبهوا يا إخوة من هذا، فهذا يحرمكم من العلم ويحرم طلبة العلم من الفائدة. نعم، إذن هذا لسان حالي ولسان حال شيوخي. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، والله أقولها صادقا، لو أن العلم يوضع في كأس مثل هذا ثم أقول لكم اشربوه عبر هذا البث المباشر فتشربوا وينتقل إليكم كل علم مني، والله أتمنى ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعني ينقل إليكم كل ما حفظته في حياتي وكل ما تعلمته من خير، حتى نتجنب السلبيات، من خير ينتقل إلى أدمغتكم. وأنا في كل دورة من دوراتي أيضا أقول للإخوة، تخيلوا أيها الإخوة وأطلبوا من الله عز وجل أن ينتقل إليكم كل خبرات لدي من العلوم من دماغي إلى دماغكم،
تخيلوا ذلك واطلبوا من الله ذلك فالله يعطيكم. الله يعطيكم لأن العلم منه ما ينتقل بالأسباب ومنه ما ينتقل بفضل الله عز وجل وهو الأكثر. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن العلم لا يكون فقط بالأسباب، يعني الأسباب مهمة ولكن الأسباب ليست كل شيء. كم وكم من الناس درسوا سنوات، درسوا دورات وحضروا جامعات ودرسوا سنين على العلماء وما طلع معهم شيء. وكم من أناس درسوا مع تواضع وأخلاق وأدب والتجاء إلى الله عز وجل وإذا بالله يفتح عليهم فتوح العارفين ويوفقهم توفيقا عجيبا ويبرزوا فيما بعد، لأنهم لم يكن قصدهم أن يبرزوا، فلقد كان قصدهم التواضع والعلم. اطلبوا العلم لأجل العلم. ولذلك أقول في مجلسي هذا: جددوا نيتكم لله عز وجل فالله يسقيكم. ولاحظوا أيضا كلمة سقيتكم ما أجملها. هكذا شأن العلماء، كانوا يسقوننا العلم سقيا. نعم، فالعلم كالماء البارد على الظمأ. اللهم يا رب اسقنا حتى تروينا، اسقنا من علم العلماء. يا ربي اجعلنا بين يدي العلماء مؤدبين متواضعين يسقوننا من علمهم ويسقوننا من توجيههم ويسقوننا من دعواتهم يا رب العالمين. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالذخر. الذخر الادخار، ما بخبيه عندي، ما أخفي عنكم العلوم، ما هكذا أؤخر عنكم العلوم أبدا. معاذ الله أن يكون هناك شيخ صادق يخفي العلوم عن أصحابها وعن مستحقيها. ولكن قد لا نعطي بعض العلوم لبعض الناس لأنها لا تناسبه، أعلى من مستواه. فالطفل يعطى سريلاك، إذا كبر قليلا يعطى شيء من الطعام المطحون، ثم بعد ذلك يعطى شيئا فشيئا من اللبن والزبادي والحليب وما إلى ذلك، ثم إذا كبر قليلا وأصبح أهلا للطعام يعطى الدسم شيئا فشيئا. لا يعطى الدسم من السنة الأولى. والربانيين كما قال العلماء: كونوا ربانيين. قال العلماء: الربانيون هم الذين يبدأون بتعليم صغار مسائل العلم قبل كبارها. فلذلك التدرج في العلم وقراءة أشياء صغيرة ثم تقسيمها إلى مستويات، هذا من شأن كبار العلماء. وأيضا معرفة ما يلقي الإنسان من العلوم، ليس كل ما تعرفه ينبغي أن تلقيه، بل هذا من الخطأ أحيانا. تلقي للناس ما يناسبهم، تلقي للشريحة المناسبة ما يناسبها، فهذا البث يناسبه مثلا أن نتحدث بهذه الطريقة، نتحدث بهذه الطريقة. أما هناك مسائل عميقة لا تعطى في مثل هذا البث ولا تعطى في هذا المستوى، تعطى على مستوى آخر. نعم، لو كان هناك مثلا يعني بحث علمي أو في مؤتمر يختلف الكلام، يختلف العرض. فالحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي بالشكل الذي ينبغي، هكذا. ثم يقول الإمام رحمة الله عليه: فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر، وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا إعراب آياته الزهري، ومن يقم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. هذه 20 بيتا ما شاء الله من الخاقانية، جميلة رائعة بديعة. ونقف عند البيت رقم 20 لأن عندنا فقرة جميلة ورائعة وبديعة إن شاء الله. وغدا إن شاء الله نكمل بقية هذه الخاقانية بإذن الله تعالى. نلتجئ إلى الله عز وجل في دقيقة في نهاية بثنا هذا بالدعاء إلى الله عز وجل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب، اللهم يا رب، يا رب، يا رب، يا من إذا دعي أجاب، يا من قلت دعوني أستجب لكم، يا من قلت دعوني أستجب لكم، يا من قلت وإذا سألك عني عبادي فإني قريب، يا قريبا غير بعيد، يا قريبا غير بعيد، أجب دعانا يا الله
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تمن على إخواننا في أفريقيا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبهم قرآنا، اللهم املأ قلوبهم إيمانا، اللهم ارزقهم بالحلال الطيب يا رب العالمين، اللهم اكفهم بالحلال الطيب يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب اجعل قلوبنا وقلوبهم متحابة متآلفة في طاعتك وعلى كتاب ربك وعلى مائدة القرآن الكريم. يا رب اجمعنا يوم القيامة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أدبنا ولمن ربانا ولمن له فضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر يا ربي لوالدي هذا الطفل الذي استمعنا إلى تلاوته وارحمه رحمة واسعة في قبره. واللهم اللهم يا رب احفظه واحفظه لأمه واحفظه لإخوته واحفظ القرآن واحفظه بالقرآن واحفظه بالعلم واحفظه باليقين يا رب العالمين. وثبته على طريقك يا رب، ثبته على طريقك يا رب. اللهم اهدي جميع شباب الإسلام والمسلمين إلى هذا الطريق الطيب يا رب العالمين، وردهم إلى دينك ردا جميلا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.